قضت هي وبنتها لين وبنتها سارة وابنها إبراهيم. بناتها فرح وريتا كانوا قريبين من الشباك، فمع الضربة طاروا لبرا وطلعوا برا الشباك. وبالنسبة لفرح، فرح كسور في الرجل وفي الحوض، ريتا ضربة على الصدر، بس ريتا أفضلهم يعني الحمد لله، هم حاليا في مستشفى الشفاء. ثلاثة الفجر بأمان الله، ما بيعرفوش أي حاجة. القصف أجا وهم نايمين، يعني حتى كانوا نايمين مش حاسين على أي حاجة.